موجودة، ناطرة إنك تزورينا لكن ما قلت أيمتى. اتفضلي، موجودة بصالون العقد تحت. شكرا. أقولك مين دق بابنا هلأ؟ ماني متوقع زيارة حدا. هلأ بيوصل مازن وبيخبرك. وعدتك بزيارة واليوم جاي أوفي الوعد. جاية على بيتك وعند أختك، أهلا وسهلا فيك. كيفك يا سناء؟ مثل ما شايفتيني، أنا بأحلى وأجمل أيام حياتي. الله يديم السعد عليك. شكرا، بالإذن. تفضلي. يزيد فضلك يا نسرين، ما بتتصوري قد ايه مبسوطة فيك وبرجعتك على الضيعة، جيتي وجبت الخير معك، اللي كانوا عاطلين عن العمل اشتغلوا بالحقلة وبالمعمل، كلهم راضيين وكلهم عم يدعوا لك بالخير. هيدي الأرض عزيزة علي يا هند. اشتغلت فيها طفلة وصبية من يوم اللي انباعت وأنا بحلم رجعها. بهنيكي من كل قلبي. بين المعمل والأرض في أكثر من 60 عائلة عم تاكل وتشرب وتشكر الله. هيدا الشيء بيسعدني وبيفرحني، ودايما الشكر لله. في عندي سؤال هند. تفضلي. شو حقيقة العلاقة بينك وبين وسام؟ سوء تفاهم. سعدة قالت بتحبوا بعض. سوء التفاهم مني أنا. قضينا وقت طويل مع بعض، كل يوم تقريبا كنا نلتقي، وكان يعاملني بكل محبة وبكل لطف، فكرت إنه بحبني. أنت بتحبيه؟ كان لازم كون صاحية واعية، يا ريت ما حبيته. قد إيه صار لكم مع بعض؟ شهور. إذا ما كان يحبك، ليه حتى يبقى معك كل هالمدة؟ كان عنا شغل سوا. شو نوع هالشغل؟ اسمحي لي ما أقول. عراحتك. ما كان لازم انجرف بعواطفي ومشاعري تجاهه، كان لازم اعرف انه مريض، مريض بغرام ست مجوزة وما عنده فيها اي امل. رانيا بتعرفي؟ بعرف. وسام شاب طيب ورانيا ابليس، كل عمرها كانت تلعب فيه بشعوره وبعواطفه. رانيا من المستحيل تحب حدا، ست انانية وانتهازية، الحياة عندها طيش ولهو وسهر وحب كاذب. ما تبخزيني بهالكلمة، حب كاذب وجنس. صرت خايفة منها، خايفة منها على وسام، خايفة تهدمه وتهدم حياته ومعنوياته. طمني، أنا قادرة أشتري منها. نعم؟ ما حدا بيعرف راني قدي، أنا قادرة أشتري وسام منها. تشتري يا نسرين؟ شو بشعة هالكلمة؟ اشتري السلامة حتى ما يوقع بالأذى، اشتري الطهارة حتى ما توسخ سمعته، اشتري الحقيقة حتى يعرفها حقيقتها. كيف؟ اسأليني أيمتى؟ أيمتى؟ يوم اللي بدق بابك بتكون رانيا باعتني وقبضت حقه. زعلته كتير، ما رح يدق بابي. لو منه مرتاح معك ما كان بده يشوفك كل يوم. اللي ما بيعرف مازن وسناء بفكركن من أصحاب البيت. من أهل البيت هيك بتقول نسرين. حتى لو كانت تيابكن من خيطان الذهب، أنت ومازن ونسرين بتضلكن خدام. هيدا كلام صحيح لو بقيت أنت وزوجك والست زينة ساكنين فيه. اليوم أنتوا مش موجودين وبنتنا نسرين هي ست البيت. ما لبستكن بس، علمتكن على الوقاحة وقلة التهذيب. تفضلي معي على الصالون دقيقة وبتكون عندك بنتي نسرين. البلي. اجت رانيا، هي بالصالون الثاني وبدها تشوفك. بتلعبي بالنار، بلعب بالنار بيحرق اصابيعه. بالعكس، انا بدي طفي النار اللي بينك وبين رانيا حتى ما يحترق قلبك بيوم من الايام. حب رانيا الي ما له ثمن، رح تطلعي معه ومعي بسواد الوجه. فيق يا وسام، وعاء صحى، فتح عينيك، فتح عيونك، اليوم رح تشوف قد ايه ثمنك رخيص، كثير رخيص بالمزاد العلني. عم تحلمي، وحلمك اليوم رح يكون كابوس مزعج. عم بحلم خلصك من الحب الأعمى حتى تفتح عينيك وتشوف الحقيقة. الحب اللي بينه وبين رانيا هو الحقيقة.
بعدك ناوي على التحدي؟ ناوي وبس. أنا حابب أشوف الفشل والخسارة على وجهك، والكبرياء وعزة النفس والحب على وجه لرانيا. أعطيني دقيقتين من الوقت، بعدين إذا بدك تفضل تسمع وتقشع. رانيا بعدها ناطرة. أنا رايحة. إمتى وصلت؟ من شوي. نسرين تغيرت كتير، ما عادت نسرين اللي منعرفه. سبحان اللي بيغير وما بيتغير. سارة كتير واثقة من نفسها، واثقة أكتر من اللزوم. كل عمرها واثقة من نفسها، بظهر نسيت يا سيد وسام. كل شيء زاد عن حد ونقص، حتى الثقة يا سناء. يوم نسرين حتخسر، ضيع كل ثقتها بنفسها. نحن ما عم نشتغل إلا بالحبوب، والحمد لله كل شيء تمام وماشي مثل ما لازم. بس في أصناف تانية بالسوق عم تنفقد غير الحبوب، والأفندي اللي مثل حضرتك قادر يعبي هذا النقص. مثل شو؟ موسم الحامض السنة مضروب. الليمون الحامض؟ صحيح، صوب الشمال من البترون للعبدي. كيلو الحامض صار تقريبا 5 قروش، وأهالي شمال وخصوصي أهل طرابلس دايرين على محلات الخضرة وعم يسألوا عن المراكبة. شو يعني مراكبة؟ مراكبة يعني ليمون حامض. من وقت لوقت كان يجي بالمراكب، لذلك سموا المراكبة. هيدا اللي بتمنى عليك تعمله وتسد النقص. يعني بدك تجيب مركب حامض؟ ايه، من مصر. فيك تغرق السوق بالحامض. جيب. تعبت من العود. تعبت. اعطيني ايدك يا سوريا. عم هلك يا روحي. خلص كل اوراقك ومستنداتك وجيب لي اياهم على اوضتي حتى امضيهم. حاضر حاضر. خلصتوا الشغل؟ خلصنا. مضي كل الوراق؟ مضى الكل، الله يشفيه. يلا بالاسم. لوين رايح هيك ومستعجل؟ رايح على الأوضة. رايح على الأوضة تقعد بين 4 حيطان ومستعجل؟ لا، هلا بروح بجهز عشاء. شو رايح تجهز؟ ما بعرف، موجود. شو الموجود عندك؟ كل شيء. عم فكر اليوم اسلق بيض وبطاطا. بيض وبطاطا؟ لا، ليل العشاء عندي. ست سوريا، طرني لحظة. الست كانت هون؟ ايه، بس ما بعرف وين راحت. بتكون فاتت عند الافندي، برجع بعدين. هي الفكرة كثير منيحة، بس أنا مش قادر سيره وأقعد معه على الطاولة. على راحتك حبيبي، يا ريت ما وعدته بالعشاء. إذا وعدتيه عيب تغيري رأيك. هيدا عايش لوحده، بيكون طالع عباله شي عشا مرتب. هيك رأيك حبيبي؟ أكيد، وعدتي لازم تعشي. أخذنا مبيد من دون ما نشرب كاس حدا؟ أنا بشرب كاس الأفندي وكاس صحة الأفندي. سلامته.
وانا احب اشرب كيس ثاني، كيس الصدق والاخلاص والذكاء. واصف معجب فيك كتير، وانا كمان معجبه فيك وبشغلك وبامانتك. شكرا يا ست، ان شاء الله اكون دائما على حس ظنكم. سميره نحن ما بقى بدنا شيء، روحي نامي. اذا نمت بيبقى كل شيء على الطاوله. شو علي بكره بتوعي بكير؟ بركي بدكم قهوه؟ ما بدنا شيء، روحي نامي. لا انا ولا زوجي بنعرف شيء عنك، كلامك قليل وغامض، ما بتحكي الا بالحسابات والشغل. مين انت خليل؟ انا انسان كثير عادي، ماني غامض ابدا. تركت ضيعتي حتى الاقي شغله اعيش منها. لهلا ما قلت شيء، انا بقدر اعرفك من دون ما تحكي. ما فهمت. هلا بتفهم. عندك حب كبير بخط ايدك، كتير كبير. زمان؟ لكن زمان كتير. انغرمت بواحد تاني غيرك؟ لا. هلا بالوقت الحاضر خط الحب بقول انه منك مغروم بحدا. صحيح. وقريبا رح تنغرم وتعيش حالة حب جديدة. ما بعتقد. ليه ما بتعتقد؟ لأنه ما عندي حماس عيش هالحالة من جديد. هيدا الشيء منه بإيدك، خصوصا إذا كنت عايش بالضجر والملل وحاسس بالوحدة والفراغ. هيدا كله مكتوب بكف إيدي؟ مكتوب بكف ايدي. انا صار لي زمان عايشه بالوحده والفراغ ومقتنعه انت جيت وتعديت علي وعلى وحدتي وعلى قناعتي. كانت احاسيسي ومشاعري نايمه، جيت فيقتها، كان قلبي بارد، شعلت النار فيه، وقعتني فيك. دايما كبيره وتقيله، ترجاكي ما تحمليني اياها يا ست. انا مش طالب الا الشغل ولقمة العيش. فات الاوان على هالكلام، انا خلص وقعت وعم فكر فيك ليل نهار وعم بتعذب. حس فيه، حس بدقة قلبي.